تونس، فقد عبر عدد كبير من ممثلي الشعب التونسي عن رفضهم لممارسات قطر السلبية في المنطقة، مشددين على ضرورة مكافحة الإرهاب والقضاء عليه ووقف تمويله لكل ما فيه تحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي. أنا أريد أن أقول لدولة قطر إن التونسيين لا ينتظرون منكم استنكارا ولا تنديد، بل إيقاف الإمدادات اللوجستية والعسكرية والتمويل للإرهابيين ورفع أيديكم على دولة ليبيا وسوريا وعلى تونس. وأقول وأزيد على لسان الشاعر: عمر الأسى من تسى وأنتم أساكم زاد. كانت حبيبتي تونس حمامة كنتم الصياد، كانت حبيبتي تونس سنابل كنتم الحصاد، كانت حبيبتي تونس كرامة كنتم الأصفاد. واليوم تونس تسأل أشرف الأسياد: شفنا إرهابكم هون، إمتى نشوفهم غاد؟